للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد خليفة أبو حمود عضو مجلس النواب. سعادة النائب بعد التحية، ما هي قراءتك لمضمون تصريح جلالة الملك المفدى طبعا فيما يتعلق في حرصه على سلامة المواطنين والمقيمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم اليوم على يعني هذه الفسحة اللي يمكن من خلالها نقدم كل الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذا التوجيه الأبوي الحاني. أعتقد اليوم ليس بمستغرب على جلالة الملك حفظ الله، ملك بادل شعبه بالعطاء فبادلوه أيضا بالولاء. أعتقد اليوم كثير من يمكن القراء من داخل مملكة البحرين أو من خارج البحرين يرون كيف تميزت مملكة البحرين بإدارة الأزمة على دول لها باع طويل في هذا المجال وإمكانيات ضخمة، لكن بفضل من الله تم بهذا الدعم الأبوي الحاني على أبناء شعبه. لعلي أقتبس كلمة قالها سمو الشيخ ناصر عن جلالة الملك يحفظ الله، قال في أحد التصاريح أن جلالة الملك باع كل شيء واشترى صحة شعبه. فهذه هذه طبعا يعني إذا 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 جينا بنصف جلالة الملك في هذا العطاء، وكان طبعا من خلال الحزمة المالية التي قدمتها مملكة البحرين لكثير من القطاعات وفاقت دول لها من الاقتصاديات، والله به عليم. أعتقد اليوم هذا التوجيه يعني ليس بمستقرب على جلالة الملك الذي توارث هذا الحب مع أبناء شعبه من الآباء الذين توارثوه من جد، يعني من الأجداد. نعم سعادة النائب، ربما في هذا المقام يجب أن نتحدث عن دعم مجلس النواب أو السلطة التشريعية بشكل عام للجهود التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية والإدارية، وأيضا القرارات التي نتجت من أو خرجت من اللجنة التنسيقية. كيف تدعمون هذه القرارات وهذه الجهود؟ طبعا السلطة التشريعية تقف جنبا إلى جنب وداعم أكيد في كل ما تتخذه السلطة التنفيذية من قرارات. لعل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان لهذه الجدمة الأزمة قيادة بكل اقتدار شهد لها القاصي والداني، فكان يباشر كثير من المواقع العمل من أجل يعني تقديم دفعة معنوية إلى هؤلاء اليوم مطلوب منا إحنا كمواطنين كمسؤولين كرجال دولة أن نقف لهم باحترام وإجلال لكل ما يقدمونه من أجل مملكة البحرين. لا شك أن قرارات الحظر يمكن أن طالبنا فيها في فترات، لكنها في النهاية اتخاذ القرار فيها قاسي، ليس بالسهل. يمكن البحرين من أكثر الدول التي ما حاولت يعني تسكر كل هذه القطاعات ولا تطبق نظام الحظر، ولكن مثل هذه القرارات تتخذها الدول عادة يعني في بعض الأحيان. لعلنا اليوم نقف إجلالا وإكبارا لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو والفريق الطبي الذي يجابه أعتى فيروس يمكن شهدناه اليوم على وجه الأرض. نعم سعادة النائب محمد خليفة أبو حمود عضو مجلس النواب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.